مواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في هذا الدستور أسوأ قطعا، ولا يمكن أن يجادل أحد في ذلك، منها في دستور 71. وأنا بتحدى أي حد من المدافعين عن الدستور اللي بيتكلموا باسم الثورة وباسم أن الدستور ده بيحقق مطالب الثورة وأهدافها ومقاصدها، وممن يتحدثون عن أن الدستور يؤسس لدولة مدنية، أتحدى واحد منهم بس، محدش يقدر يضع أي حجة تخليني أقول أن المواد دي في هذا الدستور أفضل منها في دستور 71. مسودة الدستور الجديد بتقدم صلاحيات غير مسبوقة للجيش والمؤسسة العسكرية، بتحطه داخل النظام القانوني المصري لأول مرة في دساتير مصر جميعا. بنشوف ده في أكتر من ناحية. الناحية الأولى هي طبعا النص على أنه ميزانية المؤسسة العسكرية تكون تخضع للنقاش فقط جوه مجلس الدفاع الوطني، وانه البرلمان المنتخب سواء مجلس الشعب او اللي هيبقى اسمه مجلس النواب او مجلس الشورى ما يكونش من حقهم مناقشه او الاطلاع على تفاصيل هذه الميزانيه. في الوقت اللي بنلاقي فيه لاول مره في قائمه مين المفروض اللي يكون عضو في مجلس الدفاع الوطني، فكان الامر قبل كده من عهد عبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك انه رئيس الجمهوريه بيقرر بقرار منه بيصدر قرار بتعيين اعضاء مجلس الدفاع الوطني. الان اصبح بموجب الدستور اغلبيه اعضاء مجلس الدفاع الوطني هيكونوا من العسكريين، واقليه منهم فقط هم اللي من المدنيين، ومن دول ثلاثه بس هم اللي منتخبين، والمجلس ده هو الوحيد اللي هيكون من حقه انه يناقش ميزانيه الجيش وانه يصنع كل القرارات اللي مرتبطه بالامن القومي بمعزل عن البرلمان ومؤسسات المنتخبه. احنا شفنا مشهد في التصويت على هذه المواد، مشهد كارثي كارثي، لما قام احد اعضاء الجمعيه التاسيسيه وقال نزود في مجلس الدفاع الوطني رئيس مجلس رئيس لجنه التخطيط والدفاع والامن القومي في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى ورئيس لجنه الخطه والموازنه في المجلسين. الناس دي شغلتها انها تبقى بتتابع الميزانيات، ما ينفعش اخرج منهم ميزانيه الجيش. فطلع ممثل القوات المسلحه وقال له في مشهد واضح كده، يعني فج جدا الحقيقه، لو زودت واحد هنزود واحد. ده الكلام ده يتقال لما نتكلم على دولتين، مش لما تبقى القوات المسلحة ملك الشعب. الدستور ده لا يجعل القوات المسلحة ملك الشعب، بل لعله يجعل الشعب ملك القوات المسلحة. في الوقت اللي بلدنا فيه بتمر بأزمة اقتصادية طاحنة، وفي الوقت اللي فيه استمرار كل السياسات الاقتصادية والمالية بتاعة عهد مبارك وحكومة نظيف مستمرة، الأول في عهد المجلس العسكري ثم في عهد حكومة الإخوان، في ما بين 25% و40% من الاقتصاد المصري محدش يعرف عنهم أي حاجة، وما هماش جزء من الميزانية أصلاً، لأنهم عبارة عن الصناعات والمؤسسات الاقتصادية بتاعة الجيش اللي ما هياش جزء من ميزانية الدولة ومحدش يعرف عنها أي حاجة. الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية دي هي أنشطة مدنية ليها علاقة بتصنيع سلع غذائية، إدارة محطات بنزين، تعبئة مياه غازية، وإلى غير ذلك من أسواق ومحلات وسوبر ماركتس ودور للمناسبات وفنادق وقرى سياحية على الساحل الشمالي. كل ده هو خارج اقتصاد الدولة لأنه جزء من صندوق أسود اسمه اقتصاد الجيش. طبعا هو ده السبب الأساسي اللي المؤسسة العسكرية فيه حربت بمنتهى القوة من وقت وجودها في السلطة وأثناء عضويتها في الجمعية التأسيسية اللي بيسيطر عليها الإسلاميين، علشان تمنع أي رقابة أو حتى نشر لميزانية المؤسسة العسكرية تفصيليا. وأصرت على أنه مناقشة هذه الميزانية تكون داخل مجلس الدفاع الوطني اللي بيسيطر عليه بالكامل قادة الأسلحة في الجيش، ويمنع البرلمان اللي منتخب من المصريين من أنه حتى يحصل على نسخة من هذه الميزانية، وليس فقط أنه يناقشها أو يقرها أو يدخل عليها أي تعديلات. فبترسخ أكتر لنظام اقتصادي الحقيقة أنه هو بيوسع فجوات الدخل، والحقيقة أنه هو بيفقر المصريين، والحقيقة أنه هو بيتسبب في أن أغلب المصريين بيعيشوا تحت خط الفقر. يعني مش صدفة أن احنا نشوف أنه الشخص اللي مجند اللي بيروح يتجند في القوات المسلحة والتجنيد إجباري، ومادة التجنيد الإجباري على فكرة كانت المادة
اظن 58 او 59 في الاعلان الدستوري، وكانت ماده متاخره جدا برضو في دستور 71، طلعت دلوقتي بقت الماده 7 او 8 فوق، للتاكيد على اهميه المؤسسه العسكريه في الوضع الجديد اللي بننتقله، الاهميه السياسيه للمؤسسه العسكريه. فمش ممكن شخص يبقى بيتجند تجنيد اجباري وعلشان يبقى في الاخر بيروح بيشتغل في مصنع مكرونه وبياخد 200 300 جنيه في الشهر، واللي بيستفيد من الارباح يا ريتها مثلا بتضخ في القوات المسلحه في التسليح او في عمليات التدريب او في كذا، اللي بيستفيد كبار الضباط. مسوده الدستور من ناحيه بتحافظ على نفس النص اللي كان موجود في الدستور السابق بتاع 71 اللي بيلزم المصريين بالتجنيد الاجباري بدون اتاحه اي بدائل له، او طبعا حريه اختيار للمواطن اللي ما هواش عايز يخضع للتجنيد الاجباري. ومن ناحيه تانية الماده الخاصه بالحق في العمل كان فيها في المسوده الاولى او في إحدى المسودات اللي كانت بتناقشها الجمعية التأسيسية نص على إنه لا يجوز إجبار مواطن على القيام بأي عمل، وأصبح الآن طبعاً حذف هذا النص اللي كان بيقول إنه لازم يكون فيه قانون ولازم يكون فيه مقابل عادل، أصبح الآن لا يوجد أي نص يشترط وجود مقابل ولا يشترط تنظيم قانوني للعمل الإجباري. وده طبعاً مقصود ومفهوم إنه القصد الوحيد منه هو الحفاظ على حق المؤسسة العسكرية في إنها تستغل آلاف الشباب المصريين كل سنة في عمالة قصرية ليس لها أي علاقة بالنشاط الحربي أو بنشاط الدفاع عن أرض الوطن، وإنما في المؤسسات الاقتصادية المهولة التابعة للمؤسسة العسكرية. في وضع المؤسسة العسكرية في مادتين كمان الحقيقة فيهم مشكلة كبيرة. أولهم هي المادة 195 اللي بتخلي بتوجب تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة. الحقيقة أنا ممكن أتفهم جدا إن الوضع في مصر في الظروف الحالية محتاجين مثلا، ممكن افهم ان حد يقول لي محتاجين يكون وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحه، وهقول له طيب ما هو ده وضع مش محتاج ان يوضع له نص دستوري. يعني احنا مصر عمرها ما كان فيها النص ده قبل كده، دستور 71 ما فيهوش النص ده، وما فيش اي دستور قبل كده بيقول ان وزير الدفاع بيتعين بين ضباط القوات المسلحه. اللي بيتعمل دلوقتي ان احنا بنؤسس الوضع غلط، بندي شرعيه الوضع غلط. لما يبقى عندنا وضع غلط وعايزين نصلحه مش نحط الوضع الغلط في الدستور، لا، نقول احنا هنسكت عنه وهنتحرك ناحية تصحيحه تدريجيا، لكن انا رسخه بخلي المسألة شديدة الصعوبة بعد كده ان انا ارجع اغيره تاني، لان في توازنات قوة بتحصل حوالين المسألة دي. انا ارفض دستور يعتبر انه الجيش والمؤسسة العسكرية هي مؤسسة فوق السلطات المنتخبة. مفيش حاجة المفروض تعلو على إرادة الشعب في الظروف العادية، وبالذات في ظرف شعب خارج من ثورة قام بيها علشان يسقط الدكتاتورية وعلشان يبني بلد ديمقراطي. مفيش شعب المفروض يكون بيعاني من كل أوجه الظلم الاجتماعي دي ويكون سايب هذه النسبة الضخمة من اقتصاد بلده ومواردها الطبيعية والبشرية والمالية في حوزة المؤسسة العسكرية من غير حتى ما يكون مسموح لنا ان احنا نبص عليها او نعرف عنها. انا ضد مشروع الدستور علشان بيحافظ على الدولة اللي كانت موجودة زي ما هي، ما فيهوش رؤية، بيرسخ السلطان العسكري، ما بيحافظش على حقوق العمال والفلاحين، وبيبقي المصريين بعيدين عن قرار السياسي في مصر.